نروح بقى للنهاردة فريق كرة القدم والاستعدادات لمواجهة الجونة والدوري الممتاز والمقرر ليها إن شاء الله الساعة 9 مساء على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الأسبوع 33 للدوري الممتاز. طيب نقول بقى على القائمة. موسيماني طبعا أعلن قائمة الأهلي وهي ضمن محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود كهربا، مروان محسن، أيمن أشرف، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، صلاح محسن، علي معلول، أكرم توفيق، والتر بواليا، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، وسعد سمير، كريم نيدفيد، أحمد رمضان بيكهام، ومحمد شريف. طيب هيغيب مين يا كريم عن القائمة؟ هيغيب للأسف الشديد بدر بنون. كابتن سيد عبد الحفيظ كان قال إن غياب بدر بنون ده بسبب آلام الأسنان اللي اشتكى منها اللاعب خلال يعني الساعات الماضية، فإحنا بنوضح لحضراتكم برضو أكيد سبب الغياب. يعني هيكون لينا على كل حال كلام كتير جدا في الفقرة الأخيرة عن الماتش والتوقعات و يعني كواليس كتير اكيد ونقاط كتير هنتكلم فيها، بس اللي احنا عايزين نقوله اكيد كل التوفيق يا رب ان شاء الله النهارده للفريق. اكيد الجونه برده مش هنتكلم ان هو فريق يعني او منافس ضعيف ابدا، كل المباريات الفاضله اللي هي الجونه واسوان يعني على كل حال مهمه جدا حاسمه جدا، ربنا يوفقنا، لسه في امل، خلينا يبقى عندنا ثقه ويعني اهو بمساحه كافيه دايما لضربات قدريه غير متوقعه. أيوة. حصلت يعني لو احنا هنتكلم على التاريخ حصلت في التسعينيات يعني قبل كده ما فيش مشكله.